مذنبات، شهب ونيازك، ايش معنى كل واحد فيهم وايش الفرق بيناتهم؟ انا القرشي، حقائق في دقائق. خلينا نبلش بالمذنبات. المذنبات هي اجسام عم بتدور حوالين الشمس زيها زي باقي الكواكب، وبتتكون من جليد وغبار وصخور. وهاي المذنبات بس تقرب على الشمس بتبلش تتبخر وتتفتفت، وبصير في لها ديل طويل وراها. واشهر هاي المذنبات هو مذنب هالي. بالليل لما نشوف كرات نارية عم تنزل من السماء وعم تنحرق جوا الغلاف الجوي، هذه هي الشهب. هي اجسام كانت عم تسبح بالمجموعة الشمسية، وبطريقها لقت الكرة الارضية ودخلت جوا الغلاف الجوي وانحرقت قبل ما توصل سطح الارض. نفس هاي الكرات النارية اللي سميناها شهب، اذا وصلت على سطح الارض بصير اسمها نيازك. هذه النيازك اذا كان حجمها كبير كفاية لما توصل على سطح الارض ممكن تهدد الحياة على الكوكب، ومن ضمنها حياة البشر. بس من وين بتيجي هذه النيازك؟ في شيء اسمه حزام الكويكبات موجود بين مدار المريخ ومدار المشتري، وقياس هذه الكويكبات بيتراوح بين متر و100 كيلومتر، وبتصدف مرات انه بينسحب واحد من هاي الكويكبات باتجاه الارض. وهيك بنكون عرفنا اكثر عن المذنبات والشهب والنيازك. اذا عندكم اي سؤال عن الموضوع اسالوني تحت بالتعليقات، وتابعونا على قنوات طقس العرب. سلام.